على كل حال سنعرف المزيد مع ناشط من حمص، نرى إن كان هناك أي تطورات في هذا الشأن. شكرا لك رولا على هذه. ومن حمص ينضم إلينا محمد الحميد، مراسل شبكة سوريا مباشر في حمص وريفها. أهلا بك محمد. يعني كان هناك ناشط في حمص ذكر لنا في رسائل سابقة بأنه سيتم الإفراج عن المقاتلين والمدنيين المحتجزين في الباصات السبع، هل هناك أي تطور في هذا الشأن؟ أهلا بكم. في البداية أؤكد أن حتى هذه اللحظة لم تتحرك الحافلات السبع المتواجدة على مسجد خالد بن الوليد من مكانها، ما زال النظام يمنع تحرك هذه الحافلات رغم أن التأكيدات التي وصلت من مدينة حلب بأن العرقلة التي كانت بسبب الاختلاف على عدد الحافلات في حلب، كما أكد الزميل من حلب، العملية سوف تتم وأن الحافلات توجهت باتجاه دفتي نقل والزهراء وأن العملية سوف تحل. الأطباء والذين سيستقبلون الحافلات في دفتة الدار الكبير أيضا تلقوا أنباء بأن الحافلات ستتحرك خلال الساعات القادمة وأن الأمور العرقلة قد تم حلها بشكل كامل. نعم. بقي فقط تحرك هذه الحافلات باتجاه دفتة الدار الكبيرة و خروج المحاصرين، وهذا سيجدر الاستقرار على الفصل الأخير من فصول خروج المحاصرين من هذه المنطقة. المحاصرون الذين يقدر عددهم بحوالي 300 شخص مع في سبع حافلات أمضوا ليلتهم بالكامل في الباصات المتواجدة عند مسجد خالد بن الوليد. هذا البقاء خلال هذا الليل كان انتظار وترقب، كان هؤلاء يشعرون بالخيفة نتيجة العرقلة التي تمت، خافوا من غدر النظام حتى هذه اللحظة. المعلومات الواردة من داخل حمص المحاصرة أن قوات النظام الآن دخلت المنطقة، دخلت سيارات الشبيحة إلى الأحياء المحاصرة التي تم إخلاؤها بالكامل حتى هذه اللحظة، دخلت سيارات للشبيحة، شوهدت بعض السيارات التي تخرج من تلك المناطق محملة بالأثاث والمواد التي كانت توجد داخل هذه البيوت، شهدت في كثير من أحياء مدينة حمص. نستطيع أن نقول أن قوات النظام سيطرت بالكامل على الأحياء المحاصرة وبقي إخراج 300 مقاتل، وهم عبارة عن حرس الحدود أو الجبهات. طيب. التي يطبخوا فيها ومهندسي الأمن. محمد، هل هناك مشاورات لتذليل عقبات الهدنة؟ ومن يقودها؟ المشاورات لتذليل عقبات الهدنة مستمرة منذ قبل بدء الهدنة وستستمر حتى خروج المحاصرين بالكامل. يقود هذه المشاورات هم الجبهة الإسلامية بشكل كامل، وهي المسؤولة الوحيد عن المفاوضات والهدنة بشكل كامل في حمص وفي حلب، وهي التي تقودها في ثلاث محافظات لها علاقة بالموضوع، وهي حمص وحلب واللاذقية. بسبب اللاذقية يوجد فيها بعض الأسرى الذين طلبهم النظام، وحلب يوجد فيها قسم كبير، وحمص لإخراج المحاصرين. الجبهة الإسلامية مسؤولة بشكل كامل عن هذا الموضوع. نعم. البارحة عدد من عناصر اللواء التوحيد رفضوا إدخال المساعدات إلى بلدة نبل والزهراء. الرفض كان بسبب العدد الكبير الذي أرسلته قوات النظام مع الوفد الأموي إلى نقطة دخول المساعدات. العدد كان 12 حافلة، ولكن العدد المتفق عليه ضمن الاتفاق 2 حافلتين فقط. نعم. فهذا أدى إلى توقيف عرقلة الهدنة وأرجاعها. نعم، شكرا لك، كنت معنا من حمص محمد الحميد، مراسل شبكة سوريا مباشر في حمص وريفها.